ولي قرارا اداريا ضمنيا سلبي، رغم انه غطان داخل اجال ديال الجواب، حيت انه ما انتظروش نهايه الاجال باش يجاوب الوالي وقاموا بالطعن في المحكمه، يعني استبقوا على انه الوالي راه ما غاديش يدير الجواب. الطعن في هذا القرار السلبي للوالي. طيب المحكمة الإدارية كان كدير، وحنا كنا كنعتبروا هادشي كله يعني امتداد واحد النرفزة، واحد الشعور بواحد الرغبة ديال بعض الأشخاص، وسينتهي مع الوقت. في المحكمة الإدارية في أكادير، لتأكيد هذه الفرضية اللي بناو عليها هذه الدعوة، غادي تقدم السيدة المدعية الدفاع ديالها، غادي تقدم جوج ديال الوثائق. الوثيقة الأولى هو مستخرج من السجل الوطني ديال الإحصاء في موريتانيا، تحمل اسم ديال واحد السيد يشابه الاسم ديال الأخ الخطاب. والوثيقة الثانية هي مستخرج ديال السجل العدلي من المحكمة الابتدائية بالوادي. اولا هذه الوثيقتين، لان هذه وثيقتين شخصيتين، يعني كيفاش الناس حصلوا عليها من موريتانيا، هذا تبقى علامه استفهام كبيره. ولكن النقطه الثانيه هو ان هذه الوثائق حتى في موريتانيا ما عندهم علاقه بالاقامه، كما هو الشان مثلا في المغرب، انه اليوم انت تمشي تجيب السجل العدلي تجيبه من المدينة أو الجماعة اللي خلقتي فيها، هذا ما تيعنيش بأنك ساكن في هذيك الأخ الخطاب خلق في الوادي. إذن كان منتظر.